أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم، برحب بكم وهذا اللقاء الخاص مع حضراتكم وحول الأحداث الأخيرة واختطاف المسيحيين الأشوريين في سوريا وسط مخاوف كتير من تزايد هذا العدد. بتقول مصادر من الأشوريين أنه العدد تزايد وصل إلى 200 ويمكن أكثر من المدنيين ومن الأطفال ومن النساء ومن كبار السن. بنراقب الموقف من على بعد، بننظر إلى هذه التصاعدات وهي في مسلسل مستمر احنا بنواجهه الآن، صار واقع أمامنا قدام عينينا. في هذه الحلقة هيكون معنا محللين وأباء كهنة وكتاب هيحللوا الموقف أو هيدونا نظرتهم حول هذه المستجدات اللي بنراقبها كلنا وبنشوف ماذا يأتي به الغد. في بداية هذا اللقاء أنا بتشرف هيكون معنا على الإنترنت جناب الأب أبجر بحكو، أستاذ الثقافة العربية في جامعة بيلور تكساس، وهو أيضا كاهن الكنيسة الأنطاكية الرسولية في شمال تكساس. أهلا بك أبونا أبجر، برحب بحضرتك في هذا اللقاء، تفضل. أهلا وسهلا، وشرف عظيم لنا أنه نكون معكم ونشارك بهالمشاركة معكم في هالبرنامج. شكرا. الحقيقة التركيز في الأسابيع الأخيرة من الدولة الإسلامية داعش على الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط، تعليقك أبونا على هذه العبارة؟ يعني بهالحوادث اللي عم تعتصر قلوبنا وعم نحزن جدا جدا على إخوتنا في المنطقة هونيك، وخصوصا أنا شخصيا، يعني أنا جاي من المنطقة هونيك، أنا جاي من منطقة الجزيرة، أنا ولدت بمنطقة الجزيرة، منطقة المالكية اللي هي ما بتبعد كتير عن منطقة تل تمر أو القامشلي، يعني إلنا علاقة شخصية بالشيء اللي عم بيصير بمنطقة الحسكة ومنطقة الخابور. تعليقي الأول يعني أمام هالحوادث، نحن أنا كشخص مسيحي وككاهن مسيحي، الشيء اللي بلتجئ له هو كلمة الرب. الشيء اللي عم نشوفه نحن ما هو بالشيء الجديد أمام الرسالة المسيحية. الرب يسوع قال في يوحنا 16 العدد 2: ستطردون خارج المجامع، بل يأتي وقت يظن فيه من يقتلكم، إنه يؤدي خدمة لله، وهم يفعلون هذا بكم لأنهم لا يعرفوا أبي ولا عرفوني. وبعدين عم بينبهنا السيد المسيح، عم بيقول هذا الشيء رح يصير فيكم، قلت لكم هذا حتى متى جاء وقت حدوثه تذكرون انه سبق ان اخبرتكم به. الشيء اللي عم نشوفه هلا، نحن من بداية العصر المسيحي الرسالة المسيحية والمسيحيين عم يضطهدوا. في بداية العصر الرسولي اضطهدوا وطردوا من أورشليم وانتشروا في بقاع الأرض، واستمرت الاضطهادات كلها. الشيء اللي عم نشوفه نحن من بداية، يعني استمر هذا الشيء حتى في بداية العصر الإسلامي اللي بدأ الإسلام ينتشر في المنطقة اللي كانت كلها مسيحية في منطقة بلاد الشام ومصر. دائما دائما الاضطهادات على المسيحيين او على الاقليات كانت مرتبطه بشخصيه القائد. يعني اذا كان قائد متسامح ما في مشكله، بيعيشوا المسيحيين او الاقليات بسلام. اذا القائد كان او الخليفه او اللي هو كان غير متسامح، كان في اضطهاد عليه. وهالمسلسل تكرر على مدى مئات السنين، اكثر من 14 قرن بيعيشوا المسيحيين بسلام وهدوء، وبعدين بتطلع موجة وبيروحوا وبيصير اضطهاد. يعني نحن هلا نحن 2015
قبل 100 سنة صار اضطهاد نفس الشيء على السوريان والآشوريين والأرمن، وطردوا من القرى وشردوا واضطروا لأنه يجوا للمناطق، مناطق سوريا ومناطق القامشلي، وأسسوا. وبعدين هلأ بعد 100 سنة بنشوف أنه نفس السيناريو تكرر، وصار اضطهاد علينا، وصار بقى بدهم هلأ يطلعوا، صار أغلبية الناس بيطلعوا لأوروبا ولأمريكا ولأستراليا. اسمح لي أبونا اسمح لي أسألك، لأنه كثير من المناطق في الدول العربية مش على دراية يمكن تحديدا، لكن لأنه هذا الحدث بيفرض نفسه، إن إحنا نسألك أبونا إنه المنطقة دي متركز فيها المسيحيين الأشوريين، إحنا بس حابين نتأكد من هذه المعلومة، إنه فيها أقليات يعني اوريدي هم فريسة أو شيء مستهدف، تمام؟ طبعا طبعا، تفضل. يعني الأشياء اللي عم تصير عم دائما، يعني من تقريبا لما بدأت الحوادث بسوريا وبالمناطق كلها، أغلبية الأحيان عم يستخدموا المسيحيين كورقة، فعم بيصير عليه اضطهاد. في ناس عم تضطهد الأقليات، وفي ناس عم تجي على أساس أنه هي حامية الأقليات، والمساكين المسيحيين عم يلعب فيهم كورقة، وعم بيصيروا كفريسة. يعني أنا سمعت التعليقات بالفترة الأخيرة كلها من شو صار، والشيء اللي يعني المسيحيين من بداية الحوادث بسوريا رفضوا انه يكونوا مع النظام او ضد النظام، او مع يمكن هالحياديه اللي اخذوها المسيحيين هلا عم يدفعون ثمنها ايضا، الحياديه انه لازم تتخذون، لانه هلا صاير بقى يا معي يا ضدي، انت ما في شيء اسمه حيادي بالمنطقه اللي هي هلا عم تشتعل، وما حدا يعرف مين المعارضه ومين ضد المعارضه ومين داعش ومين مين ضد داعش. فإن كان داعش وغيره عم تستخدم كأوراق، يعني هاي داعش نفسها، هل يعقل أن العالم كله، نحن أمام العالم كله والقوى الكبيرة كلها ما عم تقدر على شرزمة شوية عصابات جايين عم بيجتاحوا مناطق واسعة مثل الموصل وغيرها وغيرات؟ يعني بيخليك تتساءل هالتساؤلات، أنه يا أخي معناتها في شيء، في لعبة سياسية بالموضوع. يعني أنا ماني هالمحلل السياسي، بس واحد ينظر للحوادث ويتساءل، يعني من ليش، وهل الطلعات الجوية 3 4 آلاف طلعة جوية وما أثرت فيهم، ولساتهم عم يتحركوا بكل حرية ويجتاحوا قرى طيب من وين؟ من وين؟ فهذا أنا التعليق اللي أنا أشوفه، أنه سياسياً المسيحيين عم يدفعون ضريبة الحيادية طبعا، ما عم يدفعون، يعني بالإضافة للنظرة الروحية اللي نحن عم ناخدها من النظرة السياسية، أشوفها أنه عم يدفعون ثمن حياديتا. وبعدين الموضوع ما له موضوع أنه آشوريين وغير آشوريين، هدول الناس يضطهدون لأنه مسيحيين هن فقط. لما عم بيجون ويقتلوا الناس ما عم بيقولوا له أنت آشوري ولا سرياني ولا قبطي، أنت مسيحي فقط، مسيحي تقتل. فهذا هو الـ يعني أنا هيك عم بشوفه، هذا التعليق تبعي. طيب أبونا، يعني بداية أنت فتحت كلمة ربنا، وبديت كلامك مستند على الكلام اللي في الكتاب، في كلمة الرب. بناء برضو هرجع تاني وأقول، بناء على كلمة الرب، أنت شايف النظرة المستقبلية للمسيحيين في الشرق الأوسط هيكون عامل إزاي على المدى القريب أو على المدى البعيد شوية؟ نعم، أنا بصراحة كنت هلا قبل بأسبوعين كنت ببيروت، وكان عندي محاضرة كمان بجامعة الروح القدس بالكاثليك، كان المؤتمر حول هذا الموضوع كمان، الدراسات العربية المسيحية والدراسات السريانية، وصار حوار كمان على الراديو حول هذا الموضوع. يعني أنا شخصيا ماني متفائل جدا لوضع المسيحيين في الشرق الأوسط. الإحصائيات كتير يعني محزنة، هي
يعني الإحصائيات بتقول إنه المسيحيين في الشرق الأوسط كانوا تقريبا 20% مع بداية القرن الماضي 1900، وهلا قبل ما تصير هالحوادث، يعني قبل ما يصير داعش وهالأمور كلها وقبل ما تصير هالاضطهادات، الإحصائيات كانت تقول تقريبا 4%، وأنا أعتقد هلا نزلت لحتى 3% و2% كمان نزلت. ف النظرة بصراحة ما أنا هالنظرة المتفائلة للوجود المسيحي بالشرق الأوسط. واحد يتأمل بينظر لهالمنطقة بتحس إنه في قوى عم تلعب بدها خلق ديموغرافية جديدة للمنطقة، بدها إنه يعني أنا ما بعرف، بس هيك تحس إنه المسيحيين بيروحوا يكونوا تحت حماية الأكراد، يحلوا عن المناطق السنية، والسنيين يضلوا، والشيعة يعني بتحس إنه عبارة عن خلق ديموغرافية جديدة للمنطقة. وطبعا المسيحي يعني قديش ما صارت هلا رؤساء الدين والبطاركة إنه ضلوا بالمنطقة. طيب يعني أنت عم تقول لي إنه ضل بالمنطقة، بس أنت عم تأمن لي أمان، عم تأمن لي فرصة عمل، عم تأمن لي، ما عم تأمن لي شيء. كيف أنا بدي أضل بالمنطقة حتى أنا أضل؟ رغم إنه نحن كلنا جايين من المنطقة هونيك، ونتمنى إنه نحن بيوم من الأيام نحن نرجع ونضل بالمنطقة. أنا نفسي كنت بروما، أنا ولما تخرجت من روما نزلت لسوريا، وكنت يعني كان عندنا كلها شجاعة إنه نشتغل بالمنطقة هونيك. أكيد بس بعدين صارت الأحداث وأنا انتقلت لأمريكا، صار لي 15 سنة. ف النظرة بصراحة ما أنا نظرة كثير متفائلة، وهالضربات هن هالضربات ضربات قاتلة هي للوجود المسيحي. يعني هلا نحن عم نحكي على الموصل وعم بيقولوا رح تتحرر بعد شهرين ثلاثة وأربعة، قديش من الناس رح ترجع على الموصل؟ ما اي دوتد، يعني انا اشك في الموضوع، انا اشك انه يمكن 5 أو 10%، لانه ما عاد في هالثقه. بيقول لك ايه طيب انا اذا ارجع مع شو بيضمن لي بعد شهر ما بيصير نفس الشيء؟ سو ما بقى في هالثقه، حتى اذا صار في تحرير لهالمناطق ما عاد في هالثقه. ولكن نحن كمان يعني دائما بنتمسك بقول الرب يسوع. الرب يسوع قال انتم ملح الارض. الملح هو أقلية ولكن له أهمية كبيرة في الطعام. فنفس الشيء يعني إذا حتى إذا ضلينا أقلية، وإذا ضلينا إذا ضل لوجودنا المسيحي وجود رمزي بالمنطقة، نضل نحن الملح اللي موجود بالمنطقة هونيك. بالتأكيد بالتأكيد أبونا ملح ونور، نور لازم يكون موجود. أنا بشكرك كثير أبونا أبجر على هذا التعليق، وعلى وتحديدا لأنك انطلقت من أو استندت على كلمة الرب، وكل هذه الأمور اللي وضعتها قدامنا. أنا بشكر جناب الأب أبجر بحكو، أستاذ الثقافة العربية في جامعة بيلر تكساس، وكاهن كنيسة الكنيسة الأنطاكية الرسولية في شمال تكساس. بشكر تعليقه، بشكر تواجده معنا في هذه الحلقة. إحنا ما زلنا بنناقش، ما زلنا في استفاضة في هذا المسلسل المستمر، بدأ معنا قد نقول منذ شهور، وابتدى يتكثف في الأسابيع الأخيرة. نحن الآن أمام أزمة بصدد النظر إليها والترقب في حول ما سيحدث في الأيام القريبة جدا القادمة. معنا الآن على الهاتف الدكتورة كاترين ميخائيل، كاتبة ومحللة سياسية وأكاديمية، هي معنا الآن بصدد الحديث عن أيضا عن هذه الأزمة. برحب، بيشرفني أنا برحب بالدكتورة كاترين، أهلا بحضرتك. شكرا جزيلا، أهلا بكم. بداية دكتورة، كيف تنظري إلى هذه الأزمة اللي إحنا بنراقبها الآن؟ برأيك هل بتشوفي أنه هذه فقط أزمة مع المسيحيين في العراق وسوريا في هذه المنطقة تحديدا فقط، أم كيف تنظرين إليها؟ الأزمة في المنطقة ليست فقط مع المسيحيين، ولكن هي أزمة مع من غير المسلمين، وبدليل اليزيديين مساكين
اللي هم أكثر قوم مسالم كان يعيش في العراق، واجهوا اللي واجهوه. هذا اللي المؤلم جدا، أن يكون هناك سبايا وتباع المرأة وتخصب الأطفال، وهناك خروقات قانونية دولية على هذه الأقليات. قبلها كان عندنا بالعراق الصبي المندانيين اللي لم يبقى منهم إلا القليل. كل هذه القوميات عندنا بالعراق، طبعا قبلها صار ليهود العراق وإلى آخره. هو قضية إفراغ الشرق الأوسط من غير المسلمين، هذا مخطط موجود، وعلى رأس المخطط هو جامع الأزهر والدول العربية الأخرى مع حكوماتها وعلى رأسها السعودية. هذا هو مخطط مدروس لإفراغ المنطقة من كل ما هو غير مسلم. والقضية أنه يعني هناك خلل، ما أعرف إذا تسمحي لي أكثر من الوقت أو أخلي بعدين أني يعني حتى يعني أحكي على هذا الموضوع. يعني حضرتك قلتي ان هناك خلل قد نعود. طب برأيك يعني خلينا بس نشوف كيف ترين هذا الخلل تحديدا، يعني نفهم ايه منه. اوكي، انا يعني انتقل. ربما تسأليني سؤال، هل هذا هو الصراع بين الشرق والغرب او مع امريكا والشرق؟ حتى اوصل الى هاي النقطة، هذه الدول بهالمنطقة شافت نفسها أنه هي في تراجع في جميع المجالات الحياة، من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية العلمية، من الناحية الأكاديمية. يعني صارت في مجال اللي هي يعني في مؤخرة القطار. الزمن يجري، القطار يمشي بسرعة في دول الغرب، في أمريكا، لكن بقت في المؤخرة تشعر بنقص كبير. الكادر المثقف يخرج من هذه الدول ويتوجه من المسلمين، أقصد الكادر المثقف، ليس أقصد من غير المسلمين، ولكن من المسلمين يخرج ويسكن يا إما في أوروبا في دول الكفار مثل ما هم يسموها، أو في أمريكا. ليش؟ لأنه لم يجد له أرضية كي يعيش في بلده. كل شيء مغلق، يراه مغلق. هذا الإنسان المنفتح، هذا الإنسان اللي يريد يطور العلم، يريد يطور الثقافة، يريد يطور الشعر، يريد وإلى آخره، يطور الحياة. التكنولوجيا الآن تتراكض معنا، فهذه الدول بقت على نفس الوتيرة اللي كانت. التفكير القبلي لم يتخلص منه أساس في هذه المناطق، في هذه الدول بكاملها. لهذا السبب هناك تناقضات بين الجديد والقديم، وسببت ترك قدر المستقبل. فمن بقى في الساحة بقى أميين أمجيين لا يستطيع أن يستوعب الذي يحدث الآن، لأنه هو يريد أن يبقى على البعير، ولكن لا يستطيع أن يبقى معه وهو جالس على. فهناك تناقضات داخل المجتمع نفسه، داخل المجتمع، في تقصدي داخل المجتمعات، هذه المجتمعات العربية تقصدي تحديدا. دكتورة كاترين حضرتك سمعاني؟ انقطع عندي الخط لو سمحتي أخت نوال. نعم، انقطع عندي الخط. انقطع، أنا سمع حضرتك دلوقتي، هو لفترة انقطع. حضرتك سمعاني دلوقتي؟ أوكي، نعم هسه سمعتك. أوكي. نعم تفضلي. أوكي. حضرتك خلينا ننتقل، طيب علشان الوقت، هل لأنه دايما الناس أو المشاهد بيقارن ما يحدث هناك مع الأقليات، مع المسيحيين لو قلنا تحديدا،
ومع ما يحدث في الغرب، هل نعم حضرتك دكتورة كاترين شايفة أن أمريكا عندها مشكلة مع المسلمين؟ هل أمريكا لديها مشكلة مع المسلمين؟ أنا أعتقد أمريكا مشكلة مع المسلمين بسبب اللي أقول السبب، لأنه في أمريكا يوجد مسلمين يعيشون ويمارسون كل طقوسهم الدينية هنا. هل منعت أنا مع أمريكا وأعيش وعشت في العراق، هل منعت الحكومات أو المجتمع من أحد أنه يصوم في أمريكا مثل ما يريد يصوم؟ الجواب هل منعت فتح بناء الجوامع؟ الجواب لا. أنا كنت أشتغل في دائرة، كان عندي مسلمة في دائرتي، تجي دائما عندي بالغرفة، أنا عندي غرفة، تجي دائما عندي تقول لي الله يخليك خلي أصلي عندك لأنه دائما هدوء عندك، فأنا أفرغ لها الغرفة وهي تصلي عندي، تقول لي أني أندعي لك لأنه يعني تسمحي لي، ومرات أقول لها تردين أطلع أني أطلع وأنت تصلين، تقول لي لا خليك باقية لأن كلك بركة، هيجي تسميني تقول لي كلك بركة خليك باقية، فأنا قاعدة أشتغل شغلي والمرأة تصلي في غرفتي. هذا اشتغلت في هذه الدائرة 10 سنين، وعشر سنين هذه المرأة تصلي في غرفتي وأنا أوفر لها كل ما تحتاجه. هل أنا يعني أنا اضطهدتها؟ ولحد الآن عندي صداقات، عندي أنا سمعت من مسلمة في واشنطن، سمعت من عندها قالت أنا أستحي أقول أنا مسلمة، أخجل أقول أنا مسلمة، هي بتخجل بناء على المستجدات، بناء على المستجدات اللي صايرة دلوقتي من هذه الأمور اللي بتطلع من عباءة الإسلاميين. هي هل هذا هو ما تقصده؟ الحقيقة يعني خلي أنا أقول هناك تناقض كبير. الإسلام الآن لا يحارب فقط الغرب، وليس الغرب يحاربه، الإسلام يحارب الغرب، هاي واحد. اثنين، الإسلام يمر في لا يستطيع أن يطور نفسه، هناك مشكلة في الإسلام لم يستطع أن يطور نفسه. مثلا أجيب أني فد مثال بسيط، إحنا المسيحيين كنا نصوم 50 يوم، الآن الإنسان ما يصوم 50 يوم لأنه يحتاج فكرة، تصير دراسات بالكنيسة، دراسات أكاديمية، دراسات علمية، هكذا اليهود أيضا، هكذا الديانات الأخرى. يقول لك العالم الآن تطور، ما يوظف يجي يجيب الوظيفي أو هو عطشان حر الصيف، فدخلت تطورات على أدواتها وفق الظروف اللي يمرها الإنسان البشر. في الدين الإسلامي لم تدخل أي تطور، بقى جامد كما كان قبل 1400 سنة. لهذا هو تناقض بين المسلمين نفسهم، من يريد أن يحرر الإسلام من قيوده السابقة، وهو هذول الناس المتطورين داخل عن المسلمين، وأنا أقصد المسلمين اللي برا، أنا أقصد داخل بلدان المسلمين. اثنين، مثلا صوم 30 يوم أصبح صعب على الناس لأن الناس تشتغل. كان عندي موظفة أنا تشتغل معي عندها تخثر يصير الدم، طبيبها مسلم قال لها انت ما يصير تصومين لانه الجسم الدم مالتك اذا ما تشربين مي يتخثر وبعدين يؤدي الى وفاتك، ما تقدر تصومين زين علينا. قال لها دا اقول لك طبعا ما قبلت ان تستمع لانه تقول اني يعني الله يعيني زين ما يخالف اني على راسي مريضه انت. قل هو مسلم يريد يقنعها ما تقبل تقتنع، ليش؟ لأن تريد تسمعها من رجل الدين. فهناك تناقض
بين العلم والدين. لم يقبل رجال الدين المسلمين أن يتطوروا مع تطور العلم، مع الديانات الأخرى تطور مع تطور العلم. لهذا السبب هذه التناقضات هي التي تؤدي الأزمة. اثنين، هناك تناقضات بين الطوائف، طائفة بس عندنا بالعراق هي المشكلة بين الطائفة السنية والشيعية. ولهذا السبب يحتاج الآن رجال دين من داخل الدين الإسلامي يعني ينتفضوا ويحلوا هذه التناقضات اللي موجودة بين الطوائف اللي يروح. يعني هسه احنا بالعراق مو فقط الأقليات يعني، وإنما الشهدين أيضا، ولكن الشيعة هم الأكثرية فمدى يقدروا عليهم. فهناك راح يصير انقسامات كبيرة في مع بالطائفة السنية، لأن هناك ناس تطالب بالتطور، تطالب بنبذ يعني هذا الاتجاه المسلح، هذا الاتجاه أنا أسميه الكافر، إنه كفر وإلحاد. ما يعمله الآن المتطرفين هو كفر وإلحاد في كل الديانات العالمية وبما فيها الديانة الإسلامية. دكتورة كاترين، يعني الجملة الأخيرة من تعليق حضرتك أوضحتي أيضا أن هناك أزمة إسلامية إسلامية. الحقيقة إحنا بنشكر تعليقك، بنشكر يعني إضافتك لهذا البرنامج من كل ما علقتي عليه من أحداث بتحضرنا الآن وبنراقبها، وبنشوف ماذا قد يأتي الغد بعد كل هذه الأمور وبعد كل ما نراقبه من فظائع ومجازر. أنا بشكرك شكر جزيل دكتورة كاترين مخائيل لهذا الوقت ووجودك معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا على استضافتكم. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين على شاشة الآرامية وهذا اللقاء الخاص، وإحنا بنرى تصاعد مسلسل خطف المسيحيين في الشرق الأوسط في خلال يعني أقل من أسبوعين بعد اختطاف بعد قتل 21 أو ذبح 21 مسيحي قبطي في ليبيا. نرى الآن حوالي أكثر من 200 زي ما قلنا في بداية الحلقة من المسيحيين الأشوريين في منطقة الحسكة في سوريا، مجهول مصيرهم إلى الآن. هذه المنطقة اللي بتتركز فيها هذه الأقلية المسيحية، وزي ما قال أبونا في بداية هذه الحلقة أبونا أبجر، وقال إن هذه المنطقة تحديدا ليس لأنهم أشوريون فقط لكن لأنهم مسيحيون. بنتشرف في هذا اللقاء أيضا أن يكون معانا الكاتب والمحلل السياسي رئيس منتدى الشرق الأوسط للحريات الأستاذ مجدي خليل. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير، ومساء الخير لكل المشاهدين. حضرتك شايف يعني بالتأكيد دايما بتعرض علينا تطور أمور كتيرة عبر التاريخ وما وصلت إليه الآن في عصرنا هذا أو في أيامنا ده. المنظمات الإسلامية بالتأكيد ابتدت بشكل ومرت بعدة مراحل، وأخيرا الآن بننظر إليها نظرة خاصة. في رأيك إيه النظرة؟ تفضل تفضل دكتور. إحنا حاليا في ظل المرحلة الأخيرة من المنظمات الإسلامية، وهي مرحلة التوحش. ما يحدث يفوق كل وصف ويفوق كل خيال. إن هم طبعا، أنا مش عاوز أقول لك أنا متألم قد إيه على 200 واحد، حتى البي بي سي بتقول 200 واحد مش 150 واحد في الحسكة تمام. من المسيحيين المحجوزين. اللي بعض الأخبار قالت إن بدأوا يذبحوا فيهم بالفعل. هل دي أخبار أكيد يا فندم ولا يعني لسه؟ يعني في وكالة أنباء مش عارفة أسبانية مش مؤكدة،
مش مؤكدة، ولكن تداولت بعض الأنباء أنها من أكثر من طرف، بس ما فيش أي تأكيد لحد الآن، لأن هي المصدر الوحيد لتأكيد الأخبار هي داعش نفسها على مواقعها، ولسه هي ما قالتش حاجة على هذا الموضوع. لكن المسيحيين في الشرق الأوسط مستهدفين استهداف رهيب، لأن احنا في عصر المنظمات والدول الإسلامية والحكم الإسلامي دلوقتي، إن احنا في 10 منظمات تحولت إلى ميليشيات، ثم تحولت إلى دول شبه دول. داعش واحدة منهم. داعش دلوقتي من منظمة بتدعي أنها بتقاوم الأمريكان، ثم إلى ميليشيا كبيرة وخطيرة، ثم إلى شبه دولة. جابت النصرة أيضا في سوريا شبه دولة، من منظمة إلى شبه دولة. أنصار الله الحوثيين في اليمن تحولوا إلى من ميليشيا إلى شبه دولة. حزب الله شبه دولة، حماس شبه دولة، أنصار الشريعة اللي بسمت نفسها داعش دلوقتي في سرت ودرنا في ليبيا تحولت إلى شبه دولة. بوكو حرام بتتجه إلى أنها تتحول إلى شبه دولة في نيجيريا. طالبان كانت دولة أو شبه دولة، الشباب الصومالي شبه دولة، وكانت المنظمة العشرة اللي يراد لها أن تتحول إلى شبه دولة هي أنصار بيت المقدس في سيناء لصالح حماس، يعني عشان تبقى دولة للحمساويين والغزاويين. نعم. هذا التطور الخطير كله للأسف الشديد تم من دول في الشرق الأوسط إسلامية دعمت هذا التطور، وللأسف الشديد بأموال البترول وبفائض البترول وبفائض دواء دولارات الكراهية. فين المسيحيين في هذا؟ إذا كانت هذا التوحش بين منظمات إسلامية بدعم دول إسلامية وبدعم دولارات البترول الإسلامية، فين المسيحيين الغلابة؟ كل منظمة من دول بترعاها دولة أو اثنين، لحد ما وصلت إلى هذا الحد كل منظمة بترعاها دولة أو اثنين وبتمولها دولة أو اثنين وتمدها بالسلاح دولة أو اثنين وبتدرب ناسها دولة أو اثنين. فين المسيحيين المسلمين في وسط هذه موجة الخراب؟ مين؟ ما لهمش مكانة. للأسف للأسف كل الأطراف بتكرههم، كل الأطراف بتكرههم. علشان كده وضعهم منتهى الحرج، وضعهم منتهى الصعوبة. حضرتك بتقول كل الأطراف بتكرههم، بتقصد إيه بكلمة كل؟ من هؤلاء الأطراف؟ أولا أغلب الدول الإسلامية نفسها بقايا الحكومات ما بتحبهمش باستثناءات قليلة، يعني احنا نشكر ربنا ان السيسي طلع انسان كويس اكيد، لكن باستثناءات قليلة الدول لا في العراق مهتمين بيهم ولا في ليبيا، طبعا دي دولة ضايعة، والباقي الدول الشرق الأوسط مش مهتمين بيهم. فاللي حصل ان هم بقى ضحايا سهلين جدا لكل المنظمات دي في ظل يعني نقص الحماية من الدول إلى بقايا الدول للناس دي. المسيحيين في الشرق الأوسط مشروع استشهاد، صراحة مشروع استشهاد. المسيحيين في الشرق الأوسط دلوقتي وضعهم صعب جدا لدرجة أنهم أصبحوا مشاريع استشهادية. واحد ناس بتصلي في كنائس ما عندهاش أي أسلحة، ما عندهاش أي شيء، ما كانتش بترتب لهذا اليوم الصعب، ما كانتش دي في حساباتها أن يوصل الشرق الأوسط إلى هذا العدد الدموي بهذا الشكل. واني ان كله يعني رساله الى امه الصليب. طب ما هم قادلهم 4 عقود منذ ان بدات الصحوه الاسلاميه وهم بيحرضوا على امه الصليب. فالمنظمات الاسلاميه اللي تحولت الى منظمات متوحشه هي مجرد نفذت كل اللي كان بيشتموا به المسيحيين على مدار الأربعة عقود. فدلوقتي المسيحيين بيواجهوا موقف صعب، مفيش أي حماية دولية، مفيش أي تدخل دولي ناجع، مفيش أي إرادة دولية للقضاء على هذه التنظيمات، مفيش أي دولة عندها استعداد إنها تدخل بتضحيات كبيرة من اقتصادها ومن جنودها بسبيل أنها تواجه حرب برية لدحر هذه المنظمات. العرب هم بيتعاركوا أصلا، سمعوا هذه المنظمات.
فبالتالي الوضع منتهى الصعوبة. الشرق الأوسط يتجه إلى الخراب الكامل. طب في الخراب الكامل إيه وضع المسلمين؟ مساكين، مساكين جدا. يعني ما نعرفش نقول لك إن اللي هيموت هيموت، واللي هيهاجر هيهاجر، واللي مش عارف، واللي ممكن يهرب لمنطقة آمنة تحت سيطرة حكومة معتدلة، لكن وضعهم صعبة جدا جدا. يعني حضرتك بتقول يعني دي يمكن المحصلة النهائية، لكن في آراء كتير لمراقبين بيقول لك انه دايما المسيحيين ورقه. ولسه كان معانا ابونا ابجر بحكو بيقول المسيحيين ورقه. قبل كده ايضا احد الكتاب والمحللين في برنامج اخر قال استشهد بحادث الاقباط في ليبيا، وقال هو مسك المسيحيين، او يعني داعش مسك المسيحيين والاقباط في ليبيا بس عشان يلعب بالسيسي مثلا، او يجرجره ويستفرد بيه على ليبيا. انت شايف الكلام ده ايه مدى صحته؟ او ملوش اي علاقه بالصح، لان اصلا المسيحيين في ليبيا مسكتهم المنظمات الاسلاميه بتحريض من مسلمين مصريين كانوا عايشين معاهم. هو ما كانوش، هم ما كانش مخطط ان يتمسك ال 21 واحد دول وان هم يتعامل فيهم كده بهذا التخطيط. لا، ده تم مرة اتفاق مع سواق ليبي، ومره اتفاق مع مصريين هم كلموهم ال 14 اسم بالاسم كده، دخلوا وخدوهم بتحريض من مصري كان عايش وسطيهم. وبالتالي ما كانش مخطط انها تبقى ورقه يلعبوا بيها السيسي، نو اطلاقا. هم الكراهيه، كراهيه الاسلاميين للمسيحيين لا تحتاج الى مسائل الاوراق وغير ذا. هم في اي فرصه تتاح لهم قتل المسيحيين ما بيتاخروش عن كده، في اي فرصه تتاح لهم اذلال المسيحيين وانهم يدفعوا الجزيه ما بيتاخروش عن كده. فبالتالي احنا بنتكلم على نمط ايماني وايديولوجي مستمر من زمان، فما مش محتاجين حد ورقه. طب هيلعبوا بورق بتوع المسيحيين السوريين، يلعبوا بيهم اوراق مع مين؟ مين اللي هيلعبوا بيهم اوراق؟ اذا كانوا وقتلوا المسيحيين العراقيين وهجروهم كانوا الورقه مع مين؟ ما فيش اوراق. هم الكراهيه بتعبر عن نفسها في شكل عنف، مش محتاجه اوراق اصلا. ده كراهيه بتترجم الى عنف تجاه الكفار اللي بيعتبروهم كفار. يعني هم بينفذوا يعني تعليم كتبهم بشكل مطلق. لكن خليني يعني اسال حضرتك، انه كان هناك بيان او يعني اتعرف انه داعش هيطلع بيان قريب. انا ليه بسال حضرتك او بجيب تاني موضوع انه المسيحيين وازاي ان هم ورقه بيتلعب بيها؟ هو ركز على الاشوريين المسيحيين المكثفين في منطقه الحسكه، فهو كان بيقول انه، او في ناس بتقول انه داعش هيطلع تهديد للولايات المتحدة بأنه هيبيد ال200 شخص دول بسرعة لو ما استجابوش لأن هم يبطلوا قصف، أو أنه يعني بحكة أنه أمريكا بتقود قصف مواقع داعش. الكلام ده إيه مدى صحته؟ هل ده أكيد أن هم فعلا هيطلعوا بيان وأنه هيكون موجه بتهديد لأمريكا نفسها؟ والله امريكا مش هتاخد بالتهديدات، هي عندها قاعده قالوا ان احنا لا نسمح بالتفاوض مع ارهابيين، ولا نسمح بالتنازلات لان الارهابيين، ولا نسمح بابتزاز من ارهابيين حتى لو قتل ال 200. هي يبقى ما اعتقدش ان هم بيقتلوا على طول. يعني لما يكون عاوزين ينفذوا قتل بيقتلوا على طول مباشره. يعني لما قالوا كاميليا ووفاء قسطنطين وكاميليا بالنسبه للمصريين، هل لو مثلا يعني فرضا مستحيلا وحصل ان الاقباط سلموهم كاميليا ووفاء كانوا هيسيبوا ال 21 كانوا يذبحوهم برضه؟ فدول لا عهد لهم ولا امان وما عندهمش. انت بتتكلمي على مجموعه ليس لها اي سقف اخلاقي نهائيا، وليس لها اي سقف قانوني نهائيا، وليس لديها محاذير نهائيا، وليست دوله، وليست لها اي ابداع، ولا تطبق اي شيء، وليس لديها، هي خارج، هي مجموعه همجيه خارجه عن كل العرف وعن القانون الدولي وعن الاخلاق. فبالتالي ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن تقمع هؤلاء الا القوه العسكريه عندما تدخل تعاقلهم وتقتلهم. هم الارهابيين المجرمين دول
عايزين ناس تدخل يعني دور تو دور لحد ما تخلص المنطقه دي منهم، ودي برضه عمليه صعبه ما حدش قادر عليها. لما الاركرات كانوا انتصروا كانوا بينتصروا على ارضهم، لان كانت في قوه مقاتله كرديه بتقاتل من اجل البقاء. لكن فين في باقي سوريا وفين في العراق؟ ما فيش قتال من اجل البقاء في هذه المنطقه حتى، بالتالي اي طيران جوي مش هيقدر يساعد حاجه، محتاجه حرب بريه كبيره ومحدش مستعد يدخل فيها، وبالتالي دول ضحايا سهل. يعني يمكن حضرتك جاوبت على علامة استفهام كبيرة موجودة قدام الكل. ذكرت حضرتك أنه دول شوية عصابات، يعني المجتمع الدولي ما يقدرش عليهم، ما هو الناس بتقول يعني ما يقدروش يخلصوا عليهم، شوية سايبينهم بيتسلوا على يعني المجتمع الدولي، يعني المجتمع الدولي ده هو إرادة أعضاء الأمم المتحدة، فين الإرادة دي؟ يعني إذا كانت هناك في منظمة إقليمية اسمها جامعة الدول العربية، نعم، لماذا لا تكون إذا كانوا صاحب الأمر، صاحب الموضوع اللي هم يخصهم الشأن نفسه، مش قادرين ياخدوا قرار فيما يتعلق بمواجهة حماس، يبقى يجوا الغربيين يودوا جنود على الأرض عشان تموت عشان داعش وبتاع، مش قادرين، مش إذا كان العرب مش قادرين يواجهوا داعش، يبقى لو في منظمة المؤتمر الإسلامي اللي تضم 56 دولة إسلامية، أو منظمة الجامعة العربية 22 دولة عربية، هم اللي لهم المصلحة إنهم يجتمعوا ويعملوا ويواجهوا الناس دي على الأرض، لكن دول ما عندهمش إرادة ومتفقين ومقسمين، وهم أصلا كل واحد بيدعم منظمة فمش مستعدين يواجهوا بعض، فبالتالي يبقى ليه الغرب يدخل بقوات برية؟ طبعا لو انا مكان، يعني مكان اي دوله غربيه، لا يفتي نفسي في هذه المعمعه وافقد ناس مني عشان اوفر للعرب، مش منطقيه اصلا، مش منطقيه. المفروض الناس اللي في الشرق الاوسط، منظمه المؤتمر الاسلامي اللي هي صنعت التطرف ده كله، هي تواجه. ذكرت حضرتك انه في البدايه انه هذه المنظمات تحولت الان الى شبه دول، هل هناك تتوقع المزيد من الضغط من قبل هذه المنظمات أو من هم وراءها، ما هو وراءها من تمويل عربي أو دول إسلامية، حتى إنها تاخد أراضي أو يكون ليها شكل معترف به؟ تتوقع إيه؟ هي المرحلة الأولى هي مرحلة هذه أشباه الدول دي اللي محدش بيعترف بيها، لكن بعد ما يستقر الشكل النهائي للشرق الاوسط فبالتاكيد هتكون خريطه تاني بدول تاني باسماء دول تاني بحسب صراع القوى. هو صراع قوى على الارض، من يسيطر في النهايه وينتصر سيعلن انتصاره وسيعلن تمسكه واعلان دولته. بعد كده مثلا بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، هتبقى في خريطه مختلفه للشرق الاوسط بمسميات مختلفه، ووقتها قد يعترف بهم المجتمع الدولي. يعني اذا رغبوا واستقرت شكل خريطه الشرق الاوسط وارتضت الاطراف ذلك وقبل الغرب هذه الدول وهي تقدمت للامم المتحده، فوقتها سيكون هناك كلام اخر، ممكن يقبلوا كاعضاء في الامم المتحده مقابل التزامهم بالقانون الدولي. يعني احنا هنشوف ما ياتي به الغد الحقيقه، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه اذا كان هناك التمويل، يمكن انا هنتقل شويه الى يعني منحنى تاني، هم من خلقوا هذا الوحش بتمويلهم، وزي ما ذكرت حضرتك دولارات البترول، هل ترى ان هناك مخاوف من دول عربيه ابتدت مثلا تستفيق على هذا الوحش اللي بقى يعني بقوا يخافوا على نفسهم من اللي عملوه، ولا هم ماشيين في خطة وبينفذوا تعاليم حرفية ماشيين فيها بقوة، شايف ايه؟ للأسف الشديد بعض الأسر الحاكمة بدأت تخاف، لكن الـ 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 الناس بتاعتها، المواطنين بتوعها، ما زالوا بيمولوا هذه المنظمات الإرهابية، لأن ابن باز المفتي الشهير في السعودية في الثمانينات من القرن الماضي افتى بان جهاد المال يعادل جهاد النفس. يعني اللي يتبرع للمنظمات الارهابيه كانه بالظبط دخل ميدان الجهاد في سبيل الله. ومن وقتها
وأصبح التبرعات للمنظمات الإرهابية غزيرا غزيرا، وبالتالي هم بيعتبروا أنهم بيجاهدوا بالمال مثل الجهاد بالنفس تماما، ولن يتوقف هذا الموضوع، لأن هم اللي أفتى لهم وقال لهم أن الجهاد بالمال يساوي الجهاد بالنفس، ما مش يتراجع، ما خلاص ما حدش يقدر ياخد هذه الفتوى او يتراجع عنها. فانتوا اللي علمتوهم ان يدفعوا للمنظمات الارهابيه ومش هتقدروا توقفوهم. تمام. خليني يعني ارجع تاني برضو لحديثك او تركيزك على المسيحيين اللي هم مستهدفين واللي هم ما عندهمش سلاح وفي حالة من التعرض إلى الإبادة أو أن تتفرغ المنطقة منهم بشكل عام. إحنا يعني يمكن بنشوف ساعات ردود أفعال شوية الأمم المتحدة، منظمات حقوق الإنسان، لما أقلية بتنطحن في منطقة معينة بيكون ليهم صوت. لغاية دلوقتي ما شفناش أي حاجة، يعني طبعا حضرتك قلت تدخل عسكري مش هيحصل، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه لو هناك مخطط منظم أنه المسيحيين يتهجروا من الأماكن دهيت، إيه اللي ممكن يحصل كمساعدة لهؤلاء؟ أنا بفتكر اللي بقوله، يعني هل هناك منظمات أو وقفات معينة مع هؤلاء الأقليات؟ هل هيتركوا يعني بهذه الكيفية؟ شايف ازاي؟ ليه أنا بسأل حضرتك السؤال ده؟ لأنه كان ليكوا موقف أستاذ مجدي وقت إبادة اليزيديين، كانوا حوالي 7000 أو رقم أنا لا أذكره تحديدا، وكان ليكوا الحقيقة وقفة وصرخة قوية جدا في واشنطن. هل هناك يعني أمور بتعد لمواجهة ما سوف يحدث بأكثر من هذا في الأيام القريبة القادمة؟ صدقيني احنا طول الوقت، احنا امبارح كنا عاملين مظاهرة عشان الأعباط 21، والنهارده الواشنطن بوست منزلة صفحة كاملة عن مظاهرتنا. المشكلة بقت أكثر من كده بكثير. المشكلة إن حجم الدم والأمم المتحدة نفسها حتى كلامها ما بتخففش، يعني من اقل من 3 اسابيع الامم المتحده مطلعه قرار من مجلس الامن وفقا للفصل 7 من الميثاق، يعني ملزم بعدم يعني باي يعني تجريم اي دعم لداعش وجبهه النصره المنظمتين اللي في سوريا. حتى هذه اللحظه ما زالت الدول بتساعدهم، ما زالت قطر بتساعدهم، ما زالت السعوديه بتساعد، ما زالت تركيا بتساعد كل الاطراف دي وبتلعب لعبه خطيره في الشرق الاوسط. فبالتالي زي ما بقول لك ان المساله بقت فوق التصور. الدم في كل مكان، قتل في كل مكان، اسلحه في كل مكان، محدش قادر يسيطر على الوضع، بقى وضع مأساوي. في هذا الوقت احنا هنعمل، ولو عاوزين يطلعوا الاشوريين احنا نطلع معاهم ويساعدنا. هذا الجو صقيع، بدعين الجو صقيع في واشنطن. احنا طلعنا امبارح وكانت 9 تحت الصفر، وبعدين ده اثر على عدد الناس. كنا جايبين 10 اتوبيسات، كان 80% من كل اتوبيس فاضي. فالناس، وبعدين كنا حوالي 200-250 واحد واحنا ماشيين في الشوارع، فضلوا يتقلصوا لما وصلوا لحوالي 50، لان كل اللي بردانين كل واحد يمشي بسرعه ويجري، مش قادر يكمل ساعتين ثلاثه في البرد ده. اكيد الوقت صعب قوي دلوقتي. محتاجه ان المسيحيين في اوروبا وفي امريكا يتحدوا ويتحركوا بسرعه في كل الاتجاهات، واهم من ده كله محتاجين فعلا مسيحيين الشرق الاوسط في الداخل والخارج ومسيحيين العالم كله يصلوا من اجل هؤلاء الناس. اكيد ان ترفع صلاه فعلا. في احيان كثيره الواحد بيلاقي مش فشلنا فيما يتعلق بالسياسه والحقوق، لم يبقى الا ان الناس كلها تصرخ لربنا عشان يعني يرحمنا من اللي بيحصل ده، ويرحم المسيحيين في الشرق الاوسط لانهم هم اقليه ضعيفه وبيستهدفوا من اجل ايمانهم، زي ما قال بابا روما عن الاباط الشهداء الاباط. فيعني لا يملكوا الا يا يسوع ساعدنا، وما عندهمش حاجه ثاني. فاحنا كمان كأحياء وموجودين في العالم المفروض نصلي اليوم ونقول يا يسوع ساعد البشر دي، لازم تكون في صلاح حرة من أجل مسيح الشرق الأوسط. آمين آمين آمين. يعني
يعني لما يعني بتفشل كل الأمور، لازم كل الأمور تفشل عشان نروح للطريق الصح، للمكان الصح. ما هو اقول لك يعني لما تغلق في كل الابواب هناك باب مفتوح دائما لنا، هو باب محبه الله ورحمته ورأفته على البشر. اكيد اكيد اكيد. انا بقدر كتير عباراتك الاخيره استاذ مجدي، وانا بعرف انه قلبك كله مرفوع بالصلاه من اجل كل اوطاننا الغاليه على قلوبنا واللي سبناها، واحنا بننزف مع اللي بينزفوا هناك من الألم اللي جوانا، وكلنا دم بيصرخ إلى الله، دم الناس بيصرخ إلى الله، الله أكيد بيتألم من الدم اللي بيصرخ إليه من الأرض، أكيد أكيد الله بيتألم، أكيد. فإزاي إحنا يعني ما نتألمش وإحنا الدم جنبنا وإحنا شايفينه بعينينا وإحنا بنشوفه عايشينه. يا رب يساعد الناس ويسندهم، ويا رب الناس كلها تفوق وتصلي من اجل بعضيها، ويا رب ان تحصل شيء يعني يغير المعادله كده. ما هو مفيش حاجه قدامنا خالص دلوقتي، مفيش حاجه خالص، مفيش حاجه، كله اوت اوف كنترول، كله اوت اوف كنترول، كله اوت خارج السيطره. بس احنا لينا ايمان، وانا بشكر ربنا من اجل ايمانك ومن اجل دعوتك في 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 هذا اللقاء، انه الكل يصلي. يعني ده شيء يعني احنا بنعتز بيه جدا نسمعه من الاستاذ مجدي، وانه التجأنا كلنا، كل المحاولات فشلت، لكن باب الصلاه مفتوح ولا يمكن يفشل. وانا يمكن هفكر حضرتك استاذ مجدي انه الوضع كان عامل ازاي في مصر، لكن طبعا خلال طبعا ربنا عمل معجزه عظيمه في مصر صدقيني، والناس اتحركت وربنا يعني عمل معجزه، واتمنى ان يتكرر ما حدث في مصر في الشرق الاوسط كله ويستقر شويه. يا احنا نتمنى نفس هذا الامر. طيب انا هاخد بالظبط دقايق يعني قليله جدا من حضرتك، لانه انا معايا اتصال تليفوني. تسمح لي هاخد الاتصال ده قبل ما يعني تفضل نقفل الحلقه. اتفضل معنا، اهلا بيك، انت معنا على الهواء. من المسيح، انا دكتور صليب. اهلا بيك. اهلا يا استاذ النواز، اشكرك من اجل البرنامج، ونشكر الدكتور مجدي خليل. شكرا. ونشكر قناة الهرمية. شكرا. تكلمت بموضوعية، موضوع الساعة، وهو موضوع هام، ولكن أنا بخبرتي العمر الطويل اللي عشته، أنا أستطيع أن أنا أقول لكل الإخوة المسيحيين المضطهدين في كل مكان، وزي ما قال الدكتور مجدي خليل وحضرتك، مراحم الرب عظيم، وهو لا ينسى شعبه. أكيد. When God closes a door, He opens a window. أكيد. والرب يبارككم. شكرا جزيلا لمداخلتك، تعليقك دكتور صليب، ومعك الدكتور مجدي هيعلق على المداخلة دي. تفضل دكتور. أستاذ مجدي تفضل. أنا بقول فعلا مراحم الرب عظيمة جدا جدا جدا، وهذا ليس كلاما للاستهلاك، هذا حقيقة مؤكدة عشناها في كل عمرنا. مراحم الرب عظيمة جدا جدا جدا، وهذا الشيء الوحيد المطمئن، أن شهداؤنا في السماء، وأن إرادة الله تسير في الشرق الأوسط، ولا نعلم إرادة الله تسير إلى إيه، ممكن إلى عودة الشرق الأوسط كله إلى ربنا، ممكن إلى الأيام الأخيرة، ممكن إلى أشياء كثيرة لا نعلم، ولكن مراحم الرب عظيمة جدا جدا جدا. أمين. ولا تنتهي أبدا. كل الوقت. أمين. بنشكرك شكر جزيل أستاذ مجدي لهذه الإضافة الرائعة لهذه الشاشة ولهذا اللقاء. شكرا جزيلا لوقتك ووقت حضرتك. شكرا جزيلا. أهلا. أنا بشكركم أحبائي المشاهدين، وصلنا لنهاية هذا اللقاء، شكرا لحسن متابعتكم لبرامجنا على الأرامل.